السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابين نحكي معكم عن حماية الأسنان سواء اللبنية منها أو الدائمة. طبعاً من أجل نحمي أسنان أطفالنا اللبنية من النخر. أول شغلة هي طبعاً تبدأ عند الأهل، يعني قبل الذهاب إلى الطبيب الحماية الأساسية هي الأهل. وهي تبدأ بعملية تفريش الأسنان من الصغر. وطبعاً إضافة إلى التفريش بدنا نخفف الأطعمة السكرية. سواء الحلويات أو المصاص أو السكاكر والشيبس وخصوصا المشروبات الغازية المشروبات الغازية لها ضرر كتير كبير على الأسنان منها اللبنية أو الدائمة من المواد اللي ممكن تخفف من احتمالية حدوث النخر للأسنان اللبنية منها أو الدائمة هي الفلورايد الفلورايد بيوجد بأشكال كتيرة ممكن يتواجد بقلب المي في بعض الدول بتضيف الفلورايد لداخل الماء وممكن توجد داخل الحليب وممكن تكون على شكل حبوب وممكن ايضا تكون على شكل مضمضه ولكن افضل طريقه للفلورايد هي الجل بحيث بيقوم الاهل اذا كان طبعا الاسنان ما فيها ابدا نخر الذهاب لطبيب اسنان الاطفال لوضع ماده الفلورايد بتجي على شكل قالب يوضع بداخله ماده الفلورايد وتطبق من دقيقتين الى اربع دقائق هي العملية بتخفف احتمالية حدوث النخر لنسبة قد تصل ل 20% وبالتالي تكرارها كل ستة أشهر بشكل دوري مع المحافظة على الفرشات وتخفيف الأطعمة المضرة بالأسنان بتخفف احتمالية حدوث النخر بنسبة كبيرة جدا طبعا من المواد الموجودة والكثير العالم تجهلها ربما يمكن لأنه مادة جديدة هي بنسميها بالعربي المادة السادة او تعرف بالفشر سيلانتس أه الماده الساده هي عباره عن ماده كحشوه ولكن دون حفر الاسنان طبعا لا توضع سوى على الادراس الدائمه او الضواحك الدائمه يعني على اللبنيه من دائما نذهب باتجاه الفلورايد اما بالنسبه للادراس الدائمه بنحاول نذهب باتجاه الماده الساده وهي ماده توضع داخل تجاويف السن فالنخر عاده بصير دائما داخل تجاويف الدرس فالدرس عادة في تجاويف كتير ووقت بيصير بيدخل فيها الأكل وما بيتفرشا هذا الشيء بخلي إلى عملية حدوث النخر فبالتالي إحنا لما منطبق المادة السادة ومنمنع يفوت الأكل داخل السن بنخفف احتمالية حدوث النخر لدرجة عالية قد تصل في بعض الأحيان لـ 80 أو 90% بالمية. طبعا ولكن مشكلة هذه المادة انه مدتها قصيرة فهي فقط من سنتين الى خمس سنوات فبعد حتى سنتين قد تبدأ يعني رويدا رويدا بالتكسر والتلاشي فدائما ننصح الاهل بوضع هذه المادة كل سنتين يعني خلينا نتخيل لحنا عنا اذا وضعنا لكل الجيل القادم من هذه المادة نتخيل جيل خالي النخر فننصح الاهل بالشكل العام بالذهاب للطبيب سواء لوضع مادة الفلورايد بالاسنان اللبنية او المادة السادة بالأدراس الدائمة وشكرا لكم والسلام عليكم